كيفكم يا صبايا؟ شو أخباركم؟ حلقة اليوم أنا كتير متحمسة لها لأنه اليوم رح يكون تحدي الفاشينستا. يعني لو أعطيتك صورة ست أو صبية قبل التعديل، شو ممكن يخطر على بالك أنك تغيري بستايلها، بلبسها، بأسلوبها، بإطلالاتها؟ كيف ممكن تخليها تبين أصغر بالعمر أو تخليها فريش أكتر اللوك تبعها أو تخليها تحب حالها؟ هذا بالضبط الشيء اللي بدنا نعمله اليوم. هلا شوفوا، قبل ما نبلش الشيء اللي حابه كثير اركز عليه واحكي لكم اياه انه دائما الصوره غير الواقع. انا هلا بورجيكم بصوره، اوكي؟ يمكن احكي لك ما تعرفي تلبسيها نهائيا ولا تعرفي تختاري لها اواعي، ولكن لما يكون هذا الشخص قدامك، يعني شوفي انت، قيسي على حالك، قيسي على خواتك، قيسي على صحباتك. لما تيجي اختك تقيس فستانين تقولي لها لا هذا بالبق لك اكثر من هذا ما بيروح لك. يعني لما تشوفي هاي الست قدامك على الطبيعه الوضع مختلف تماما. لما تقيس قدامك اللبسات الاطلالات بتكون مختلفه، تقدري تحكمي اكثر، تقدري تشوفي انعكاس الالوان على بشرتها، هل بتحسيها فريش او بتحسيها فتحت اكثر، او بتحسي هذا اللون اللي بقلها لون ثاني بتحسي انه غمقها اكثر. واذا بتتذكروا انا حكيت لكم هاي المعلومه بفيديو الوان الفصول، الصيف والربيع والشتاء والخريف، انه حتى خبراء الالوان بيكون الشخص عندهم. يعني ما بنفع على الشاشه انا احكي لك مثلا لفلانه انه انا شو بلبق لي الوان، ما بنفع غير نلتقي وتجربي علي مجموعه هائله من الالوان، هيك بيزبط وهيك بنقدر نعرف شو الالوان اللي بتلبق لي والالوان اللي ما بتلبق. المهم هلا خلينا نبلش تحدي، يلا تعالوا معي. هاي اول صوره يا صبايا، لو شفتي هاي صبيه او اجت لعندك شو بتغيري باطلالتها؟ ايوه، شوفوا ما احلى النتيجه. ما قبل التعديل كان فستان كثير قصير اللي هو الفستان الازرق على صندل ابيض، اظن انه فلات. شو لبسوها؟ شوفوا على شو ركزوا. اذا بتلاحظوا اللون الازرق الملوكي اللي كانت لابسته بالصوره الاولى هو مع اللون البيج هن المسيطرين. شوفي الالوان اللي دخلوها على الفستان، اللون الاورنج، اللون الاحمر، اللون البني، لاحظتوا؟ شوفوا السكربينه اللي لبسوها اياها، السكربينه لونها بيج، هذا اللون بيعطي طول لرجليها وبنحف رجليها. على فكره رجليها كثير بينوا احلى بالصوره الثانيه. الجاكيت كروبت، شوفوا انتم العقد اللي لونه احمر، شو حلو، شو كسر جمود الالوان النيوترالز باطلالتها. ركزوا لي على الحلقات، هي صح قصت شعرها وغيرت تسريحه الشعر كامله، بس لبسوها حلقات ستيتمنت، وهي الحلقات طوليه عشان تنحف منطقه الرقبه عندها. الصوره اللي بعد التعديل مبينه كثير انحف من الصوره اللي قبل التعديل. خلينا نشوف الصوره الثانيه يا صبايا. هاي ست نوعا ما بشرتها فاتحه، شعرها لونه اشقر، لابسه اسود باسود. لو اجت عندك هاي الست شو بتغيري باطلالتها؟ شو بتلبسيها؟ خلينا نشوف. فرق شاسع، يعني ما بتتخيلي انه تطلع بعد التغيير بهذا الشكل. شوفوا بعد التعديل لبسوها مونوكروم اللي هي اذا بتلاحظوا درجات اللون البني، السوت لونها بني على احمر، لبسوها بادي هاي نيك لونها بني فاتح، واذا بتلاحظوا السنسال الطويل عشان يعطي طول ومدى للجزء العلوي من جسمها، او بمعنى اخر عشان ينحفها. بدي اياكم تنتبهوا كثير منيح لاطراف البنطلون من تحت، شوفوا لوين وصل، يلتقي مع بدايه الشوز. هو اطول من هيك بس لانها لابسه هيل، شوف كيف كفينه عشان يبين جماليه الهيل، وبرضه الهيل مع البنطلون مبينين اجريها انحف. بايدها اليمين لابسه خاتم، وبايدها الشمال كلتش لون اسود. نشوف الصوره اللي بعديها، زي ما انتم شايفين هذا هو ستايلها. هاي الصبيه لو اجت لعندك شو بتغيري بستايلها؟ شوفوا الفرق عن جد. لما اقولكم انا دائما يا صبايا، لما اقولكم اللبس بغير، مش ضروري انك تلبسي افخم شيء بالدنيا، ولا ضروري تلبسي اغلى شيء بالدنيا، ولكن انك تختاري الملابس الصح لإلك، اوكي؟ لوك مختلف تماما طبعا. انسي انهم اشتغلوا على الميك اب وعلى الشعر مع انه كثير مهم وكثير مكمل لللوك. شوفي البنطلون لون ابيض، شوفي البلوزه اللي لابستها مخططه بالعرض، ولابسه جاكيت لون اخضر زيتي، وشوفوا ما احلى الشنطه اللي لابسيتها، وطبعا البنطلون اللي لابسيته وايد ليج وعلى هيل، اطلاله مختلفه تماما. هلا هاي الصوره، اوكي، لو اجت عندك هذه الست شو بتغيري بستايلها؟ شوفوا شو لبسوها، شوفوا الالوان اللي اختاروها. قبل التعديل لابسه النوره ولابسه بلوزه لون ابيض على اوف وايت على سترابي شوز، اطلاله ميته.
أنا بعتبرها صراحة الصورة الأولى إطلالة ميتة. شوف التعديل، أول إشي لبسوها ألوان، يعني هو لون واحد، ركزوا على الأورنج لأنه الأورنج إذا بتلاحظوا من نفس درجات لون شعرها، فما بعدوا كتير، عرفوا إنه هذا اللون كتير بالبقى لها طبعاً بناء على تجربة عدد من الألوان عليها. أوكي؟ شوف الشنطة لون أورنج، لبسوها سوت لون أورنج، لبسوها تحتيها بلوزة بيضة، طبعاً في سكارف مبينة تحت الجاكيت to be more modern، وهلا على فكرة السكارفز كتير دارجة، حطيتها على البلوزة البيضة، حط البلت ولابسه فوقيها الجاكيت. بدي اياكم تنتبهوا كتير منيح يا صبايا، شوفوا كم من نوع قماش دخل بهاي الإطلالة لما غيروها، غير إنه لبسوها لون فاتح، يعني أربع أنواع قماش دخلوا بستايلها مع إنه استخدموا لون واحد بس اللي هو الأورنج، وكسروه باللون الأبيض اللي هو لون نيوترال، لون محايد، وحتى الهيلي اللي لبسوها إياه لونه أورنج. هاي الصبية لو إجت لعندكم شو بتغيروا بإطلالتها؟ واو، لا عن جد أنا يعني هون صراحة ما عندي إشي أحكيه، إطلالة فريش، إطلالة شبابية، إطلالة يافعة، إطلالة كلها حياة. لبسوها لون أزرق، هي صبية كمان بشرتها فاتحة، شعرها أشقر، كانت لبسة لبسة يعني أتلت لها جمالها صراحة. شوفوا ما أجمل إطلالتها بعد التعديل، شوفوا الألوان شو حلوة، طبعاً الألوان كلياتها نيوترالز لعلمكم، الشيء الوحيد اللي كاسرين فيه جمود الألوان النيوترالز اللي هي السكارب، لبسوها فستان لون أزرق، لبسوها ترنش كوت لونه بيج، شوفوا الهيل كمان لونه بيج، هذا الهيل بيعطي نحافة وطول لرجليها، الشنطة لون أسود، يعني كل الألوان اللي هي لبسيتهم نيوترالز إذا بتلاحظوا، ولكن كسروا هذا الجمود كلياته بالسكارف زي ما حكيت لكم من قبل، السكارف فيها لون أورنج أبيض وأسود. هاي إطلالة تانية لهي الصبية، بس هون لبسوها فستان، شوف شو حلو، أعطاها لوك شبابي وهيك جيرلي، أعطاها أنوثة، برضو على فكرة الألوان محايدة هون، طلعوا على الشنطة، طلعوا على الهيل، طلعوا على ألوان الفستان زيتي، شوفوا الحزام شو حدد خصرها، مع إنه هي مليانة على فكرة، إذا بتلاحظوا شو اسمها هاي الصبية على شكل إجاصة، لاحظوا الورك عندها عريض، وركها أعرض من كتافها، لبسوها فستان لون زيتي، فوق هذا الفستان لبست كارديجان بألوان ريليتد، بألوان مرتبطة فيه، اللي هو الأصفر، الزيتي، الأبيض، الأسود. أهم خطوة عملوها هون إنه لبسوها حزام، حددوا خصرها بالحزام بالبلت، طبعا على هيلز وعلى شنطة برضو لونها نيوترال، يعني بين جسمها بجنن. هاي الست لو إجت لعندك وطلبت إنك تلبسيها شو بتلبسيها؟ شوفوا الإطلالة، يعني شوفوا أحياناً مش شرط إنه تلبسي، يعني تلبسي ست إنه لبست بين أصغر بالعمر أو أكبر بالعمر أو whatever، أحياناً بتبين بنفس عمرها ولكن more elegant، شيك أكتر، كلاسي أكتر، عرفتي؟ بتخليها تحب حالها، بتخلي في عندها ثقة لما تطلع قدام الناس. هاي الست بهاي الإطلالة أنا بالنسبة إلي بعد التعديل إطلالتها محتشمة أكتر ومحترمة أكتر وإليجنت أكتر من الصورة الأولانية. على فكرة لاحظوا شغلة، كل الألوان اللي هي لابسيتها ألوان نيوترالز، ألوان محايدة، يعني ما نوعت كتير بالألوان، ما راحت للألوان الصاخبة، ما بعدت كتير، لا بعدها بمنطقة الأمان، بعدها بالكومفورت زون تبعتها. أوكي؟ لابسة جاكيت أو ترنش كوت لون بني، لابسة بلوزة لون أزرق ملوكي، لابسة بنطلون لون رصاصي، لابسة كلسات وهيل لون أسود، والشنطة فيها بني وأزرق من نفس درجة البلوزة والجاكيت اللي هي لابسيتهم. شوف شو حلوة الإطلالة، شوفوا لي هاي الصورة يا صبايا، لو إجت هاي الست لعندك وطلبت إنك تغيري بستايلها شو بتلبسيها؟ شوفوا ما أحلاها بعد التعديل، كل صور الستات اللي بعطيكم إياهم لاحظوا وقفتها والأتيتيود تبعها قبل التعديل، يعني ستايلها القديم، وشوفوا كيف البوزات تعونهم ما بعد التعديل، شوفوا كيف الست لما تلبس شيء بالبق لها وشيء هي مرتاحة فيه وشيء بيعبر عنها، كيف لحالها وقفتها بتتغير، مشيتها بتتغير، طريقتها بالتصوير لحالها بتتغير. أنا ما بقول لك تلبس شيء ما بدك إياه أو شيء مستحيل أنا أطلع هيك أو مستحيل ألبس هيك، لا 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 لا، البس اللي بدك إياه، البس اللي بيريحك، البس اللي بيعبر عنك، البس الشيء اللي لحاله بيطلع ثقتك بنفسك، بطريقة حكيك، بمشيتك، بطريقة تصرفك، بسلوكك، هذا اللي بحاول أوصلك إياه. شوفوا هون وقفتها اختلفت لما أخذت الصورة ما بين قبل وبعد التعديل، برضو هاي الست ما طلعت من الكومفورت زون، هاي ألوان محايدة، بس شوفوا الأناقة، شوفوا الرقي، شوفوا لي هاي الصورة
لو هاي الست اجت لعندك وطلبت انك تغيري بستايلها، شو بتغيري؟ شوفوا بعد التعديل، طبعا هون رح اعطيكم لبستين. شوفوا الصورة الاولى، كانت لابسة بلوزة عادية على بنطلون نفس الشيء ستايل ميت. شوفوا بعد التعديل شو حلو. وعلى فكرة اغلب قطع الملابس اللي بتمر معانا بهاي التعديلات كلياتها اولموست موجودة بخزانتك، يعني اغلبها قطع اساسية من اساسيات خزانتنا واللي كتير بحكيها اساسيات الخزانة، تقدري تتلاعبي فيها بطريقة فظيعة وموجودة كلياتها بالسوق افيلابل. اسعارها مش غالية، بتلاقي منها الغالي والرخيص، الالوان محايدة وامنة، يعني ابيض اسود رمادي بني بيج، ما عم يروح كتير للالوان. بس شوفوا قد ايه طريقة تنسيق هالملابس مع بعض قد ايه عم تفرق، قد ايه عم تطلع اطلالات بتجنن. لابسة قميص ابيض على بنطلون جلد اسود على بوت اسود له ربطات، ولابسه فوقيها فيست كاروهات. هلا حاطه الحركه يعني اللي كتير ستايل، انه الحزام هذا اللي هو كتير دارج، هلا البلت اللي بيجي معه شنطه صغيره عشان يبين لها خصر. اورجيكم الاطلاله الثانيه، هاي الاطلاله شوي مور فورمال، ولكن اذا بتلاحظوا كمان الالوان ما غيرت فيها كتير، يعني ضلت جوا المنطقه الامنه تبعتها. الفستان والجاكيت لونهم رصاصي، الكلسات النايلون فيه حركه، والسكربينه كمان لونها فضي سيلفر. الاطلال الاولى مور كاجوال، وبتنفع كمان الاطلال الاولى للشغل، يعني اذا كانت محاميه، اذا كانت بمكتب في عندها سهوله حركه انها تلبس شو ما بدها بنفع. لو اجت عندك هاي الست، شو بتغيري باطلالتها؟ شوفوا ما بعد التعديل، شوف شو حلوه الاطلاله، شو انيقه، مش معقول قد ايه صغروها بالعمر. هي اول شيء. اثنين، كثير مركزين بتعديل الاطلالات على استخدام السكارف، اذا بتلاحظوا ظلت برضه ضمن الكومفورت زون، الوان كلياتها نيوترالز، الوان محايده، لبسوها كعب، لبسوها تنوره كسرات لون رمادي غامق، لبسوها جاكيت لون رصاصي. شوفوا الحركه كانت بالبلت والحركه بالسكارف اللي تحت الجاكيت، على بلوزه طبعا هاي نيك داستي روز لونها اللي هو الوردي الباهت، رمادي فاتح رمادي غامق على بلوزه وردي. يعني انا لو اجي احكي لوحده بدي البسك الوان الرمادي على بلوزه لون وردي باهت على سكارف لون ابيض داخل فيها لون احمر غامق او لون بيرغندي اللي هو الدرج الغامق من اللون الاحمر، شو رح تقولي؟ عرفت كيف؟ عشان هيك يا صبايا انا دائما بقول لكم جربوا قيسوا، والحلو بالموضوع انه دائما الالوان المحايده تمشي مع بعض، يعني اذا نسقتي لبسه من الالوان المحايده غالبا غالبا لبستك بتطلع ولا غلطه. الالوان المحايده كلها بتتماشى مع بعض يا صبايا، بس ما تختاري اكثر من ثلاث الوان مع بعض. هاي الست لو اجت عندك، شو بتغيري باطلالتها؟ شوفوا بعد التعديل شو حلو، شوفوا قد ايه طلتها فريش. ركزوا على اللونين الاخضر والاسود، لابسه فستان لون اخضر والجاكيت او الترانش كوت لونه اخضر بس درجه افتح من الفستان. شوفوا العقد اللي لابسته ابيض واسود، الشنطه والهايني بوت لونهم اسود. شوفوا هاي الست لو اجت عندك، شو بتغيري باطلالتها؟ يلا يا عيني، شوفوا ما احلاها، عن جد فرق بين السماء والارض بصراحه، مش معقول. اللي انا مبسوطه عليه انه دائما انا بنصحكم بالالوان المحايده، ويا صبايا بلشوا بالالوان المحايده، اذا ما بتعرفي تلبسي الوان لعبتك الالوان المحايده. شوفوا باغلب هاي الاطلالات تقريبا 99% فيها الوان محايده، يعني شوفوا هون ما في شيء، يعني ما في شيء في بخوف، معتمدين على شيء واحد انه عارفين كل ست شو اللون اللي بيلبق لها من الالوان المحايده. هاي الست بشرتها فاتحه، شعرها لون اشقر على رمادي، لبسوها بلوزه هاي نيك لون ازرق على بنطلون اسود على بوت شتوي اذا انتم ملاحظين، الشنطه برضه لون ازرق، والترنش كوت او الجاكيت كاروهات طويل. يعني اطلالي اذا فكرتي فيها المفروض ما يكون فيها جهد، رغم انه بلوزه على بنطلون على بوت بس ترنش كوت لابسه عليهم، ولكن مختارين لها الوان محايده، مختارين الوان تلبق لبشرتها، ومراعين هون شكل جسمها. يعني هاي الست البناطيل والبلايز بيلبقوا لها اكثر من الفساتين، لانه اذا بتلاحظوا بالصوره الاولانيه مبين لها بطن، الصوره الثانيه قد ايه مبين انحف، قد ايه وقفتها احلى، قد ايه ثقتها بنفسها مبين اكبر. اذا اجت عندك هاي الست، شو بتغيري باطلالتها؟ شوفوا ما احلاها بعد التعديل، وبرضه شوفوا الالوان اللي لبسوها اياها، ما بعدوا كثير، الوان برضه نيوترالز، الوان محايده، لبسوها لون ازرق فاتح اللي هو سيان بسموه، لون بني، لون اسود، بس ثلاث الوان، والثلاث الوان محايده، ولاحظوا طول البنطلون من تحت لعند الانكل عشان يبين البوت اللي هي لابسيته، هذا كله رح يعطيها طول،
يعني صراحة بهاي الصورة صغروها 10 سنين يمكن. هاي الصبية لو إجت عندكم شو بتلبسوها؟ شوفوا ما أحلى إطلالتها. خلنا نحكي باريسيان ستايل. صبية هي صغيرة بالعمر ترهاي، برضو ما نوعوا كتير بالألوان. اللون ربما الوحيد اللي يعني متفننين فيه اللي هو لون البرغندي، اللي هو الدرجة الغامقة من اللون الأحمر على أبيض على أسود، يعني فعليا هي لابسة 3 ألوان. هاي الست لو إجت عندكم شو بتلبسوها؟ لابسة قميص أبيض على بنطلون كاروهات، محاولة طبعا إنها تطلع بإطلالة إنه تكون ستايلش، يعني محاولة إنه القميص فيه حركات وفراشات والبنطلون كاروهات. ولكن هاي الست أنت تخيلي هيك، يعني لو إجت عندك هاي الست شو بتغيري بإطلالتها؟ شوفوا بعد التغيير، شوفوا قد ايه اللوك فريش، قد ايه اللوك ستايلش، قد ايه فاشنبل. طريقه تنسيق الملابس هاي انا قبل هيك حكيت لكم عنها اذا بتتذكروا، اذا حضرتوا الفيديوهات اللي قبل. برضو ضلت جوا الكومفورت زون تبعتها وما نوعت كثير بالالوان، الوان امنه سيف، كلها موجوده متوفره بالسوق، كلها موجوده اغلبها بخزايننا. تقدري بهاي الالوان بدون ما تلبسي الوان ملفته ولا الوان فاقعه تطلعي باطلالات بتجنن، هي بس طريقه التنسيق اللي بتختلف. والصوره الاخيره يا صبايا، اذا اجت عندك هاي الست بهذا الشكل شو بتغيري باطلالتها؟ شوفوا ما احلى اطلالتها، شوفوا ما احلى وقفتها، شوفوا لما لبسوها شيء حلو وهي عارفه حالها حلوه، شوفوا كيف الوقفه بتتغير، كيف الاتيتيود بيتغير، كيف الثقة بالنفس لحالها بتطلع على السطح. وبرضه شوفوا الألوان، ما في ألوان صاخبة ولا ألوان ملفتة ولا ألوان إنها تستحي أو تخبيها، لابسة كلياتها ألوان نيوترالز. وبنفس الوقت الإطلالة كتير شيك وكتير مريحة وكتير هي حابة تنبين هي حابة إطلالتها. هذا كان فيديو اليوم يا صبايا، بتمنى تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا وأخذتوا فكرة كيف ممكن تنسقوا ملابس أوريدي موجودة بخزانتكم بألوان نيوترال بدون ما تشتروا ملابس جديدة، وتطلعوا بإطلالات فريش وستايلش وعن موضة. إذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لي لايك عشان أعرف إنكم حبيتوه، وإذا بتحضروني لأول مرة لا تنسوا اشتركوا بالقناة وتشوفوا الفيديوهات اللي قبل عشان تستفيدوا. بشوفكم.